وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 81.3%. وزير التعليم العالي يعلن مدة تقديم الاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 12 أغسطس. وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره اللبناني المستجدات المتصلة بالأزمة في قطاع غزة. اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 و2024 بنسبة نجاح بلغت 81.3%. وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الاثنين القادم. عقد وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، تناولت المستجدات المتصلة بالأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على الوضع في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي والحفاظ على سلامة لبنان وشعبه الشقيق. وأكد بدر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني أن ما تشهده المنطقة من توترات ناتج عن العدوان الإسرائيلي على غزة وامتداده لمناطق أخرى، مؤكدا دعم مصر الكامل للبنان حكومة وشعبا. هذا واستعرض عبد العاطي كافة الجهود التي تجريها مصر لاحتواء التصعيد، مشيرا إلى إجراء سلسلة من الاتصالات بهدف احتواء التصعيد في المنطقة. عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها. وأكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.